عندنا جسم، الجسم دوت موجود على سطح خشن ومعرض لقوة شد، عايزين نعرف القوة المؤثرة عليه. في قوة شد اللي هي F، وفي عندنا وزن الجسم إلى أسفل W، وعندنا كمان رد فعل السطح اللي هو N، وعندنا قوة احتكاك في عكس اتجاه الحركة FF اللي هي Friction Force. قانون الاتزان بيقول إن سيجما FX بيساوي صفر وسيجما FY بيساوي صفر، إذن قوة الشد لازم تساوي قوة الاحتكاك، ورد فعل السطح لازم يساوي الوزن. حاولنا نرسم علاقة بيانية بين قوة الاحتكاك وبين قوة الشد. هنلاقي إن في البداية مع زيادة قوة الشد، قوة الاحتكاك عمالة تزيد معاها، هي علاقة لينير، لحد ما بنوصل عند نقطة معينة بنلاقي إن قوة الاحتكاك هنا وصلت أقصى قيمة لها، والنقطة دي نقطة مهمة جدا، لأن عندها الحركة هتبدأ تحصل. بعد النقطة دي مباشرة الحركة هتبدأ تحصل، لذلك النقطة دي بنسميها impending slipping. impending slipping يعني ده قبل حدوث الحركة مباشرة، الجسم هنا على وشك الحركة. طب النقطة دي مهمة ليه؟ لأن الفريكشن هنا بيكون أقصى قيمة، الفريكشن هنا بيكون أقصى قيمة، مفيش قيمة أكبر من كده. طب لو احنا زودنا قوة الشد كمان شوية إيه اللي هيحصل؟ نلاقي إن الفريكشن قل أهو، قل قيمة بسيطة وبدأ يثبت، فالجزء ده كله الفريكشن فيه ثابت، وفي الحتة دي نقول إن الجسم هنا بيتحرك وقوة الاحتكاك بتقل عن القيمة العظمى. عندنا قانونين مهمين، إن قوة الاحتكاك قبل بدء الحركة مباشرة اللي هي القيمة الماكسيموم بتساوي معامل اسمه ميو اس مضروب في رد فعل السطح، وقوة الاحتكاك أثناء حدوث الحركة اللي هي فريكشن فورس كاينيتيك بتساوي معامل احتكاك اسمه ميو كي مضروب في رد فعل السطح ان. ميو اس وميو كي هي معاملات الاحتكاك للسطح بنسميها فريكشن كوفيشنتس. الاولاني بيسموه ميو اس اللي هو ستاتيك فريكشن كوفيشنت، والثاني ميو كي اللي هو كاينيتيك فريكشن كوفيشنت. الاولاني ستاتيكي والثاني حركي او كاينيتيك. ميو اس لازم يكون اكبر من ميو كي، والقيمتين لازم يكونوا اقل من الواحد الصحيح. يعني مثلا ميو اس ده لو 5 من 10، ميو كي ممكن يكون 3 من 10، بمعنى ان هو اقل منه في القيمة. طيب احنا هنا عاوزين نحدد قيمة معامل الاحتكاك ميو اس وقيمة معامل الاحتكاك ميو كي. عشان نحدد قيمة معامل الاحتكاك ميو اس بنشتغل في اللحظة اللي بتبقى قبل الحركة مباشرة، وعلشان نحدد قيمة معامل الاحتكاك ميو كي بنشتغل في الفترة اللي بيحصل فيها حركة. الميو اس طبعا من القانون اللي فات هيساوي فريكشن فورس ماكسيموم اللي هو قبل الحركة مباشرة على رد فعل السطح ان اللي هو عندنا في التجربة بتاعتنا بيساوي الوزن، والميو كي هيساوي فريكشن فورس كي اللي هي اثناء الحركة على رد فعل السطح برضو اللي هو بيساوي الوزن. عشان نحسب قيمة الميو اس والميو كي بنقسم الفريكشن فورس مرة الماكسيموم ومرة كينيتيك على ان، فهنعمل هنا جدول. الجدول ده هنلاقي فيه قيم معينة للوزن اللي هو طبعا بيساوي رد الفعل، ونبدأ نغير قيم الوزن دي، وهنقيس قيم الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس الكينيتيك. طبعا لو قسمنا قيمة الفريكشن فورس الماكسيموم على الوزن اللي قصاده أو على رد الفعل اللي قصاده لازم يدينا ميو اس، طبعا في الحالة الثانية ده لازم يحصل، والحالة الثالثة ولازم كلهم يدوني نفس القيمة. ولو قسمنا الفريكشن فورس الكينيتيك على كل واحد على الوزن اللي قصاده لازم يديني ميو كي، ولازم كله يطلع قد بعضه. طيب النتيجة اللي عمل التجربة عملية في ان بيحصل بعض الأخطاء، عشان كده احنا هناخد متوسط القيمة، أو في طريقة تانية ان احنا هنرسم رسم بياني علاقة بين الفريكشن فورس وبين الان. طبعا العلاقة دي تطلع خط مستقيم، نجيب الميل بتاع الخط المستقيم اللي هو هيبقى دلتا فريكشن فورس على دلتا ام، المفروض يطلع لي قيمه متوسطه للميو اس في حاله استخدام الماكسيمم والميو كي في حاله استخدام الكاينيتيك. الاول هنبدا نحسب وزن الجسم لوحده، ان احنا هنعلقه في جهاز ديناموميتر ونشوف وزنه تقريبا في حدود 1.35 نيوتن. بعد كده هنبدا نجيب اثقال ونحطها فوق الجسم ونشوف اوزان الاثقال دي اللي هتزود وزن الجسم، كده يبقى احنا عرفنا وزن الجسم زائد وزن الاثقال اللي فوقه. وهنبدا دلوقتي نحسب قيم قوه، نبدا شد الجسم بقوه. طبعا قوه الشد هي نفسها قوه الاحتكاك، هنبدا نزود قوه الشد بالراحه، دي 2 من 10، 4 من 10، 6 من 10. لو بعد 6 من 10 بشويه هيبدا يتحرك
تاني تقريبا عند قوة مقدارها 75%، يبدأ الجسم يتحرك. يبقى هي دي قوة الاحتكاك الماكسيموم اللي هي قبل الحركة مباشرة. طب أثناء الحركة نبدأ نحرك الجسم بسرعة منتظمة أهو، ونحسب قوة الشد هنلاقيها تقريبا 68%. يبقى دي أول خطوة، إن إحنا حسبنا قوة الشد أثناء الاحتكاك، قوة الشد أنا آسف قبل الحركة مباشرة وأثناء الحركة. هنحط بعد كده تقل ونبدأ نحسب الوزن الجديد اللي هو هيبقى تقريبا 225 نيوتن، ونبدأ نحسب تاني قوة الشد قبل الحركة مباشرة وأثناء الحركة. أدي قبل الحركة مباشرة أهو تقريبا عند 1.2. طيب أثناء الحركة تقريبا في حدود 1.6. نبدأ نحط ثقل ثالث كده، الوزن زاد كمان، الوزن الجديد في حدود 4.15 نيوتن. نبدأ نحسب قوة الشد قبل الحركة مباشرة تقريبا 2.1، قبل 2.2 حاجة بسيطة، تقريبا 2.1. طيب دي قوة الاحتكاك الماكسيموم اللي هي قبل الحركة مباشرة. طب أثناء الحركة ادي شد حركة منتظمة اهو تقريبا 1.85. سجلنا النتائج عندنا عند الوزن الأولاني 1.35 الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس كاينيتيك، لما حطينا التقل الأولاني بقى الوزن 2.25، وعند الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس كاينيتيك لما حطينا وزن قبل الحركة مباشرة تقريبا 2.1، قبل 2.2 حاجة بسيطة، تقريبا 2.1. طيب يبقى دي قوة الاحتكاك الماكسيموم اللي هي قبل الحركة مباشرة. طب أثناء الحركة ادي شد حركة منتظمة اهو تقريبا 1.85. سجلنا النتائج عندنا عند الوزن الأولاني 1.35 الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس كاينيتيك، لما حطينا التقل الأولاني بقى الوزن 2.25، وعند الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس كاينيتيك لما حطينا وزن ثالث أصبح الوزن الكلي 4.15. قوة الفريكشن فورس الماكسيموم والفريكشن فورس كاينيتيك، بناخد القيم دي ونرسم علاقة بيانية بين الفريكشن فورس على المحور الرأسي ورد الفعل أو الوزن على المحور الأفقي. بنلاقي إن خط مستقيم ده الفريكشن فورس الماكسيموم، والخط الثاني اللي هو الفريكشن فورس الكاينيتيك. لو خدنا السلوب بتاع الخط الاولاني يدينا ميو اس، لو خدنا السلوب بتاع الخط الثاني هيدينا ميو كي، وبنلاحظ ان الميو كي دايما بتبقى اكبر، انا اسف الميو اس دايما اكبر من الميو كي. هنا طلعت تقريبا القيمه المتوسطه 52%، وهنا القيمه للميو كي المتوسطه 47.